هذه الصور بس اللي تصلنا الآن للحظة القصف على المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة مشاهدينا. هذه إذن صور تصلنا الآن للحظة القصف الإسرائيلي. هذه اللحظة تماما يا الله يا الله عندما قصف لا نعرف صاروخ أو قذيفة مدفعية إسرائيلية مستشفى الأهلي العربي. الحصيلة حصيلة الضحايا حتى الآن بحسب وزارة الصحة في غزة 200 شهيد على الأقل. معظم هؤلاء كانوا معظم الضحايا كانوا إما جرحى أو نازحين. الفلسطيني الآن ينزح إلى مستشفى. يا الله يا الله إذن مشاهدين هذه الصور إذن للحظة القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة حصل قبل ساعة تقريبا من الآن. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية فإن إسرائيل قتلت في هذا القصف على الأقل 200 فلسطيني وجرحت المئات المئات. يتوقع أن تبلغ الحصيلة أكبر بكثير من هذه الأرقام المعلنة حتى الآن، لكن لكم أن تتخيلوا صعوبة انتشال الضحايا بحسب ما أفاد قبل قليل مدير الدفاع المدني. هناك صعوبة كثيرة في انتشال الضحايا سواء كانوا جرحى أم شهداء، ولذلك سترتفع الأرقام. وزارة الصحة الفلسطينية وصفت ما جرى بأنه جريمة حرب، وهي فعلا بحسب القانون الدولي الإنساني فإن استهداف المستشفيات خلال الحرب تعتبر جريمة حرب موصوفة. هذا المستشفى يقع في مدينة غزة التي يبدو كل شيء فيها مستباحا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. الأحياء السكنية التي دمرت على رؤوس ساكنيها، المدارس، والآن المستشفيات. يتحدث قطاع الدفاع المدني والإسعاف الفلسطيني عن انهيار وشيك أو وشيك جدا في الواقع للقطاع الصحي كليا، ذلك أن مستشفيات غزة لا تستطيع استيعاب كل هذه الأرقام من الضحايا. بحسب وزارة الصحة في آخر بيان لها قبل نحو ساعتين تحدثت عن اقتراب عدد الشهداء من 3000 خلال 11 يوما، بالإضافة إلى آلاف الجرحى. هذا أكبر بكثير طبعا من قدرة طواقم الدفاع المدني والمستشفيات والإسعاف في غزة على الاستيعاب.